فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. نعم، إذا وضع الميت في قبره وانتهي من دفنه وتولى عنه مشيعوه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان، يأتيه ملكان فيقعدانه وتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية، ما هي مثل حياته في الدنيا، حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على الإيمان، مات على الإيمان، فيبعث عليه. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإذا أجاب بهذه الإجابات نادى مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع له في قبره مد بصره حتى يرى منزله في الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، فيقول ويصبح قبره روضة من رياض الجنة، فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. وأما المنافق الذي كان يعيش على الدنيا بالنفاق، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقرأ القرآن ويتعلم العلم، لكن ما في قلبه إيمان، إنما يعمل هذه الأشياء لمصالح دنيوية، يعملها لمصالحه الدنيوية، ليعيش مع الناس وليمدح مع الناس، وهو لا يؤمن بها في قلبه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهذا لا يستطيع الجواب، وإن كان في الدنيا يحفظ كل المتون ويحفظ كل الأشعار والنحو والتفسير والحديث، ما دام ما فيه إيمان ما يستطيع الإجابة في القبر في هذه اللحظة، ما يستطيع. وكل ما سئل: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني يقول مثل ما يقولون الناس من غير إيمان في قلبه، إنما مجاملة ومسايرة للناس. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد، يضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويصبح قبره حفرة من حفر النار، ويقول: يا ربي لا تقم الساعة، لأنه علم ما بعد القبر أشد منه، يقول: يا ربي لا تقم الساعة. هذا ما يكون في القبر. والإيمان بعذاب القبر أو نعيمه، الإيمان بذلك حتم واجب، لأنه متواتر في القرآن والسنة أدلته، يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، من جحده متعمداً فهو كافر، أما إن كان مقلداً أو متأولاً فهذا ضال، هذا ضال، لكن من أنكره بعد العلم به متعمداً فهو كافر. الذي ينكر عذاب القبر كافر، وقد أنكرته المعتزلة العقلانيين، ينكرونه كما بيّنت لكم في درس البارحة، إنهم يعتمدون على عقولهم، يقولون: لو فتحنا القبر وجدناه كما وضعناه، ما فيه جنة ولا فيه نار. فنقول: أنتم في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة، ويأتيه العذاب أو النعيم وأنتم ما تشعرون بذلك، ما تشعرون بذلك أبدا. مثال قريب: لو ينام عندك اثنان كلهم نايمين، لكن واحد يرى رؤى مزعجة تكدر عليه نوم، وواحد يرى رؤيا سارة يتنعم في نومه، وأنت ما تشوف عليهم شيء، كلهم نايمين وكلهم، لكن هذا في قلق وهذا في راحة. إذا كان هذا في الدنيا
فكيف بالقبر؟ لأن هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تتسع العقول إلى إدراك ذلك، وإنما يعتمد على ما صح به النقل، على ما صح به النقل وتواتر به الخبر، فنؤمن به ولا نتدخل ونقول ما نشوف شيء ولا نرى شيء. ما تشوفه، هذا من عالم الغيب، هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تشوف الناس الآن بعضهم في سرور وفي بهجة وفي، وواحد في هم وغم، وهم كلهم يمشون ويأكلون ويشربون، أنت ما تدري عن هذا ولا تدري عن هذا، ما تدري عن اللي مسرور ولا عن اللي مهتم. هذه أمور باطنية، أمور باطنية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.